مساء الخير. نهاية حلقات الأسبوع البوصلة. امبارح خلصنا الكراهية ثم دخلنا في مسألة التحريض. والتحريض وإن كان مش محتاج، أنا امبارح قلت المثل الزاعق لي: من يدفع فاتورة حساب الذين استمعوا إلى هذه الخطب فبني عليها مع الحث الشديد اللي هو اسمه التحريض ودغدغة المشاعر بالدين وقول النصوص في غير محلها بالباطل والضغط على فكرة عدم نصرة الدين، فاستجابوا لهؤلاء وذهبوا للأماكن اللي انتوا عارفينها، حتى لو في مصر هنا في مع نفس المجموعة الإرهابية المعروفة اللي اسمها داعش، ثم قتل فأصبح إرهابي قاتل أو مقتول. والعمل ده كله ممكن يعمل خطبة تانية يدين فيها الإرهاب. المثل بتاع امبارح، إذا كان الشيخ اللي من ده ولا غيره ولا المصريين اللي شاركوا في نفس الأيام، انتوا فاكرين، أنا مش عايز أسمع عشان المشاكل، الاحتفال اللي عمله المدعو مرسي ده في استاد القاهرة، كان في شيخ كده على البوديوم على بيتكلم، افتكروه كويس مين، وبيقول نفس الكلام اللي قاله الشيخ اللي مش مصري ده في المسجد بتاع عمرو بن العاص، بس بقى قدام بقى فيما يسمى ساعتها رئيس جمهوريته هو، والجهاد وأرض المحشر وأرض الجهاد، ها، في مكانه زي ما هو، متحاجش جنبه ولا كلمة، رغم ان ده التحريض وده خل داعش بشكل بقى مباشر، مش بخلقك كمتطرف واسيبك انت بقى وايه والاقدار الكونية. انا بقولك انت ازاي قاعد، روح وبعد كده هو يروح فيبقى ارهابي ويطلع نفس الشيخ، نفس الشيخ يقول ان الارهاب بعيد عن الاسلام وليس لنا علاقة به وان داعش آثمة. شوف يا مؤمن، ها، عشان كده انت عندك الكراهية والتحريض بلا حساب، بلا حساب، بيعتقد انه طالما قالش بلسانه ومنضم لداعش التي هي الدولة الإسلامية في العراق والشام او المزعومة. وبالمناسبة ابو بكر البغدادي طبعا يعني خلاص، في يعني اللي يقول ان داعش تهتز او اي تنظيم حركي يهتز زي داعش او الاخوان او واتفر جماعه اسلاميه عشان القائد اتقتل يبقى مش عارف حاجه. طبعا كويس ان واحد زي ابو بكر البغدادي زي ما وصفه ترامب، يعني وصفه وصف يا مات كالكلب، انما ده لطيف ظريف، لكن النائب اتعين وقال لك بلاش تركماني يبقى لازم قرشي، اصل الحديث بيقول لك قرشي ما مصدقين خلافه بجد، فمفروض في حديث الرسول ده عليه يعني علامات استفهام كتيرة أن الإيه أميركم أو من يتولى أمركم قرشي. طبعا ده ما تقالش خالص، لأن الرسول لم يأتي على ذكر سلطة لهذا الدين بعده بيوم. أنا لا أمانع وجودها لكنها فعل بشري مش ديني. نرجع لموضوعنا، فحضرتك ده متساب التحريض كله بلا أي رقيب، لكنه يقول لك انا نفس اللي انا شرحته امبارح، انا قلت لك قوم انضم لداعش، ده انا بدين داعش، بس انا بقول لك الجهاد وبقول لك النكوص عن الدين وعدم نصرة الله وضياع الدين، واخواتك المسلمات بيغتصبوا في سجن الطواغيت، الحبة دول اللي بيتقالوا على كل بلد، والطاغوت وبتاع رئيس الدولة، عملت ايه؟ عملت ارهابي، صنعته ايه في 3 ايام، راح عمل الارهاب، انت تدينه؟ يعني لا، يعني لا، الموضوع لا يحتمل سخريه، يعني دي ناس بتتقتل بس دي نكته الموسم، دي تتدرس في مستشفى المجانين، يعني ياخدوا سكشن كده في مستشفى المجانين يبتدوا يدرسوا الموضوع ده، ان انت تقول الحاجه وتحث عليها وتحر تتعمل تدينها، المربع المثلث الشيطاني ده ما انتش فاهم حاجه، ولسه الناس قاعده مكانها وهو مش حاسس انه عمل اي ذنب، بس فعلا زي ما ربنا بيقول او الحديث فعلا يعني وعند الله تجتمع الخصوم،
كل واحد في دول في رقبته دم لما شبعان، من اول القرضاوي لما قال لك اقتله رئيس دوله معين يعني، وعلى وذنبه عليا، كان بيتكلم عن الله يرحمه القذافي كده، الراجل كده واثق قال لك ذنبه عليا في رقبتي اقتلوه. بس قبليها بثلاث سنين كان القذافي بيديله كام مليون، فكان في ليبيا جوه في بني غازي بيمجد في القذافي هو بس دلوقتي فلوس ايه قطر بقت اكتر. الخلاصه مش موضوع سياسي، الموضوع هنا ديني، انك بتتلاعب بالنصوص وبتقول على الله باطلا وبتنشر الكراهيه والتحريض، وانت تبرأ من ده وتقول انا ارهابي داعش، اعوذ بالله، داعش دي ليست منا ولا ونحن لسنا منها او حبه دول وفي مكانه. فكل واحد في دول سيبكم بقى من الدنيا خالص، هنعرف نتصرف، هنقعد كده لليوم القيامه، لكن الناس دي في رقبتها دم لما هيفاجئوا قد ايه هو اذى ناس في اقاصي الارض. سمعوا المحاضره العظيمه ولا الخطبه العصماء الساخنه الملتهبه اللي فاكر نفسه الحجاج ابن يوسف في اللغه والبلاغه، عقبها ايه؟ عقبها حاجات هو ما يعرفش نتائجها، عشان كده الكلمه دي بتنتشر، فعلى الاقل ما تكونش كلمه قاتله. لكن هم يقولوا كلام القتل في التلفزيون الرسمي ولا غير الرسمي، المهم انه طالع بشكل عادي قانوني وفي اليوتيوب وفي خطابهم وفي مواقعهم الشخصيه اللي باسمهم، ومحدش يقدر يجي جنبهم، محدش يقدر يحولهم للمحاكمه. يقول هذا الرجل يدمر المجتمع ويقض دعائم الاسلام. انما التيار الاصلاحي، وان كان ده مش يعني مش مقارنتي اللي انا قصدها، كلمه مش على هواهم، هم اللي يقدروا يتحكموا في كل شيء. شيء مرعب. وتقول لي انا بقى يعني مش عايز ارهاب، وازاي الارهاب بيجي في بلادنا الحلوه الجميله الطيبه؟ احنا مش احنا يعني زي ما قلت لكم امبارح، احنا مجتمعنا بالذات المصري راح التسامح منه تماما، واوعوا تفتكروا ان احنا لسه اللطاف الوسطيين، لا 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 لا، المزاج العام سلفي. هم من غير ما يحكمونا بيحكموا مزاجنا، لانه قدر يتغلغل ليك ويفهمك ان ده الدين، والتانيين المفروض يناقضوهم تلات ارباع الكلام هم هو بيتقال بس بشكل الطف، والكتب اللي بتغذي الاثنين بيقدسوها اكتر. يقول لك ممنوع النقد، والتيار الوحيد يا عيني اللي بيعمل اصلاح حقيقي للبلد دي ولا لبلداننا العربيه، واصلا اللي قبله بيعمل للدين، هو الوحيد المهاجم والمتهم واللي بتنزل عليه اللعنات من كل مكان. شيء غير عادل على الاطلاق، لكن يعني الطريق طويل والاصلاح هو اللي هينتصر لا محاله على اي طرف من الاطراف اللي حكيت عنها. نرجع للموضوع. فسعادتك التحريض ده المفروض بقى لما اجي اقول النقطه اللي بعد دي خالص، يعني بعد ما المناخ العام يخلص كده اقول لكم ازاي نواجه ده، لان اكيد مش هسيبكم عايمين في الهوا. هقول لكم تجارب غيرنا ازاي واجهوه. جزء منه مواجهه الكلام ده بقوانين حاسمه، انه التحريض فاعل اصلي زي اللي سمع كلامه. وانا يعني بتمنى على الدوله المصريه تعمل حاجه لطيفه قوي، مجموعه الارهابيين اللي عندكم جوه دول لقاء بس تلفزيوني واحد، زي كده اللي اتعمل من سنتين او اكتر مع الاستاذ عماد اديب. قال له ايوه ده شيخنا ابن تيميه بيقول كذا كذا كذا، حد انصت؟ طبعا الناس مصدقه، خلاص مصدقاني ومصدقه التوجه بتاعنا، انه ابن تيميه ايه؟ راجل كويس يعني، المهم وانتوا بقى افهموا. فايه لكن الاصل ان انت لو جبت حوارات مع دول كلهم وهم خلاص غير باكين على شيء، هيقولوا وهيقولوا اسماء ناس عاديه معاصرين هم اللي ودوهم لطريق داعش والجماعه الاسلاميه والاخوان وغيره، هيقولوا. بس نسمح بده بس، لان نكتسب منهم الخبره فننقلها لشباب كتير هيشوف النتيجه. ما هو انت يا ابني هتتقتل يا هتتسجن، هيجرى لك ايه يعني؟ انت فاكر نفسك بجد شهيد والجو ده؟ حتى دي مين اللي علمها لهم؟ ان انت قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار، مهزله. الرسول قالها في حديث صحيح على جيش وهو الاسلام البيور واللي قدامه كافر بيور. ومتى تاخدها دلوقتي؟ اي عيل صغير يقتل اي حد ملوش اي ذنب،
يقول لك قتلنا في الجنة وقتلهم في النار عشان يقنعوا ان هو شهيد وهيلاقي الحور العين. اطلع فاصل ده وارجع.